بسم الله الرحمن الرحيم. أعراض وعلاج نقص المنغنيز على الموالح. نشاهد اصفرار بين العروق الذي يبدأ على الأوراق الحديثة أولا ثم ينتشر إلى الأخرى. العروق الدقيقة جدا تظل محتفظة بلونها الأخضر معطية اصفرار شبكي، والمناطق المصفرة قد تتحول إلى اللون الأبيض، وتظهر أعراض النقص على صورة مناطق داكنة الخضرة على طول العرق الوسطي والعروق الجانبية، بينما تظهر المساحات بينها بلون أخضر باهت مع حدوث نقص في طول السلميات أو مساحة الورقة. علاج النقص: يعالج نقص المنغنيز باستعمال سماد كبريتات المنغنيز، ويستعمل الحد الأعلى في الأراضي القلوية التي يزيد فيها البي اتش عن 7، ويستعمل كذلك المنغنيز المخلبي وتتعدد صوره، فمنه ستريك أسيد أو أحماض أمينية. أتمنى لكم الفائدة.